مرحبا، يعطيكم العافية. معكم منصورة بمعلومات. طيب، رح نحكي عن لويس. حمض لويس هو عبارة عن مادة عندها فلك فارغ تقدر إنه تستقبل فيه زوج إلكترونات، لكن قاعدة لويس هو عبارة عن مادة رح تمنح زوج الإلكترونات اللي رح يستقبله حمض لويس. معناها حمض لويس مادة تقدر تستقبل زوج إلكترونات، وقاعدة لويس هي مادة تقدر تمنح لي زوج هذا الزوج الإلكترونات. بين حمض لويس وقاعدة لويس بتنشأ رابطة تناسقية. اوكي، هلا كيف بدنا نميز بين حمض لويس وقاعدة لويس؟ أول شيء بس يكون أيون، نطلع على الأيون. إذا كان هذا الأيون منفرد، منفرد يعني يكون عنصر واحد ويكون موجب، بيكون حمض لويس. مثل Al بلس 3 هو عبارة عن عنصر واحد وعليه أيون موجب، إذا حمض لويس. لكن لو بدي أحكي مثلا NH4 بلس ما بعتبرها حمض لويس، لأنه أوكي أيون موجب لكن مش عنصر واحد، فما بيكون أيون منفرد. قاعدة لويس هو عبارة عن أيون أحادي منفرد، يعني ما بيهمني إذا كان عنصر أو مركب، لكن بيهمني إنه يكون الأيون عبارة عن سالب واحد، مثل I-1، F-1، OH-1. هاي لاحظنا إنه OH أكثر من عنصر، لكن لأنه عليها بس ماينس واحد تعتبر قاعدة لويس. أوكي، إذا كان المركب متعادل بتطلع على الذرة المركزية الموجودة في المركب. شو هي الذرة المركزية؟ هي الذرة الموجودة بعدد أقل، يعني مثلا BeX2، Be هي الذرة المركزية لأنه عددها أقل. أوكي، إذا كانت الذرة المركزية عبارة عن B أو Be حيكون عندي حمض لويس، لكن إذا كانت الذرة المركزية عبارة عن N أو P أو O بتكون عندي قاعدة لويس، مثل OX2 BX3 NX3. بدنا ننتبه طبعا إنه ال N وال P لازم يكون معهم عنصر من 3 ذرات مثل X3، والO ذرتين لأنه O مجموعة سادسة والبي والN مجموعة خامسة. خلينا نشوف هذا السؤال. ميز بين قاعدة وحمض لويس في المركبات الآتية: Ni بلس 2 عنصر واحد على أيون موجب، إذا حمض لويس. NF3 مركب متعادل، بتطلع على المركزية اللي هي أقل عدد اللي هي هون N. هل N من N أو P أو O؟ إذا معناها حتكون قاعدة لويس. OH ماينس أيون سالب وأحادي معناها قاعدة لويس. BF3 الذرة المركزية B معناها حتكون حمض لويس. H2O الذرة المركزية O معناها حتكون قاعدة لويس. يعطيكم